يعني كمان من أكتر الحاجات اللي استوقفتني الحقيقة في الحادثة دي كلام كتبه الشهيد النقيب محمد وهبة على صفحته على الفيسبوك تقريبا قبل ساعتين بالضبط من وفاته. محمد وهبة كتب قال: بص للي اتدفن قدامك وقول لي فاكر زعل ما بينكو، والله ما في حاجة مستاهلة نزعل من بعض أو نشيل ونهري وننكد في نفسنا، اعفوا واصفحوا، الدنيا دي لحظة وهنقابل رب كريم، ويا بخت من قبله بقلب سليم. يعني الحقيقة كلام قد ما بيوجع القلب قد ما بيبين قوة إيمانه وتسامحه مع الدنيا، لأن الدنيا طبعا مش مستاهلة أن حد يزعل من حد. بالتأكيد على قد ما احنا يعني حزنانين وموجوعين عليه وعلى زمايله، على قد ما لازم نأكد أن مصر طول الوقت بتخوض حرب بشعة ضد الإرهاب، والأكيد أنه بالروح دي احنا لازم ننتصر فيها.